شركة أمازون هي شركة متخصصة في بيع منتجات التجزئة على اختلاف أنواعها من خلال الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. الشركة أيضاً متخصصة في تقديم الإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية. تم تأسيسها في 5 مايو عام 1994 ميلادية في واشنطن بالولايات المتحدة. تم تأسيس الشركة على يد مؤسسها جيف بيزوس، وكانت بدايتها كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت. والجدير بالذكر أنه عندما بحث جيف عن ممولين لفكرته من البداية لإنشاء أكبر مكتبة لبيع الكتب عبر الإنترنت، رفض الكثير من الاستثماريين الفكرة، فقرر جيف الاعتماد على نفسه لإنشائها. وبالفعل نمت الشركة بسرعة فائقة منذ أن تم إنشائها، حيث توسعت وأدخلت في اختصاصها مجالات أخرى غير الكتب. في مايو من عام 1997 قامت بفتح أبوابها للمستهلكين عبر الإنترنت، وحينها أصبحت شركة عامة واستطاعت أن تجمع 54 مليون دولار في بورصة ناسداك، وهذا بعد طرحها للاكتتاب لأول مرة. وبلغ سعر سهم الأمازون حينها 18 دولاراً للسهم الواحد، بقيمة سوقية للشركة بلغت حوالي 300 مليون دولار. واستفادت الشركة من أسهمها العالية الارتفاع ومكانتها في تمويل استراتيجيتها القوية لزيادة نموها واستحواذها. في عام 1998 بدأت مبيعات الفيديو والموسيقى وغيرها من الأشياء، وتدريجياً بدأت التوسع دولياً، وهذا من خلال الاستحواذ على بائعي الكتب عبر الإنترنت في كل من المملكة المتحدة وألمانيا. وفي عام 1999 تم بيع الإلكترونيات الاستهلاكية والبرامج وألعاب الفيديو والألعاب والأدوات المنزلية المختلفة وغيرها الكثير والكثير من المنتجات المتنوعة. وقد تم استمرار ارتفاع سعر السهم بمرور السنوات، مما جعل الكثير من المستثمرين ينظرون لها بعين الأهمية. وفي 4 سبتمبر عام 2018 أصبحت أمازون ثاني شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، قريبة من شركة أبل التي حققت هذا الإنجاز قبل شهر واحد فقط منها. وفي 5 يوليو عام 2019 احتفلت أمازون بربع قرن من وجودها. في ذلك الوقت كان لديها أكثر من 647,500 موظف، واحتلت مساحتها 288.5 مليون قدم مربع من العقارات، وشكلت ما يقارب من نصف تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. واليوم تتفرغ مكاتب أمازون في أكثر من 30 دولة حول العالم، وأصبحت مركزاً قوياً لا يستهان به في مجال البيع بالتجزئة، فهي قد استطاعت أن تثبت جدارتها من خلال تطورها في سوق دائم التغيير. وهذا يظهر مدى صلابة موقعها كأكبر بائع تجزئة للإنترنت في العالم على مر السنين. سوف نتعرف في هذا الفيديو على 7 طرق لربح المال من موقع أمازون، تابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. أولاً، الربح من أمازون إيفيليت. أول طريقة للربح من أمازون وأشهرها هي الربح من أمازون إيفيليت للتسوق بالعمولة، ويمكنك تفعيل طريقة الربح هذه عند التسجيل في برنامج أمازون إيفيليت، نظام التسويق بالعمولة أو كما يعرف إيفيليت أمازون. هذه الطريقة تصنف من أسهل طرق الربح عبر الإنترنت، وأسهل طريقة أيضاً للربح من أمازون كون العملاء والمستهلكين يثقون في أمازون كثيراً، حينها لن يترددون في شراء المنتج ذو قيمة وجودة معروض بواسطتك ينال إعجابهم. وهذه 7 طرق لتبدأ الربح من أمازون إيفيليت. أولاً، امتلاك متجر إلكتروني لتسويق منتجات أمازون إيفيليت. ثانياً، امتلاك متجر إلكتروني لعمل دروب شيبينج من أمازون. ثالثاً، امتلاك موقع أو مدونة بلوجر لنشر روابط أمازون إيفيليت. رابعاً، امتلاك قناة على اليوتيوب لشرح موقع أمازون ومنتجاته. خامساً، إنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر. سادساً، إنشاء صفحة على الفيسبوك والربح منها بنشر الإيفيليت. سابعاً، عمل حساب سناب شات خاص بالتسويق عبر الإيفيليت. بهذه الطرق تستطيع التسويق لمنتجات الشركة بسهولة، وخاصة إذا كان لديك متابعين كثر ومتفاعلين ويحبون الشراء عبر الإنترنت. خطوات التسجيل في أمازون إيفيليت للربح من موقع أمازون إيفيليت عن طريق التسويق بالعمولة. أولاً، الذهاب لموقع أمازون إيفيليت من أجل إجراء متطلبات التسجيل واعتمادك كمسوق لمنتجات أمازون. ثانياً، تسجيل جميع بياناتك المطلوبة منك على نموذج نظام التسجيل في إيفيليت أمازون بالشكل الصحيح. بعد إنهاء عملية التسجيل، قم بالحصول على رابط الإيفيليت الخاص بك. رابعاً، ابدأ بعملية تسويق المنتجات التابعة لأمازون بوسائل التسويق والترويج التي تمتلكها مثل متجر أو موقع أو مدونة أو قناة أو مواقع اجتماعية.
ثانياً الربح من أمازون ميرش. ميرش باي أمازون هو أكبر متجر إلكتروني لبيع التيشيرتات، وهو تابع لشركة أمازون أيضاً. وهذه هي الطريقة الثانية للربح من أمازون للمبتدئين. الطريقة تتمحور عبر بيع تصاميمك الجذابة لتيشيرتات عبر موقع ميرش باي أمازون، وهو موقع أو متجر إلكتروني يتيح لك تصميم التيشيرتات وعرضها عليه. وعندما تباع تصاميمك للأشخاص، يمكنك الحصول على سعر التصميم الذي وضعته أنت في الموقع وتم بيعه للآخرين. هذه الطريقة صعبة بعض الشيء، وتتطلب مهارة عالية في التصميم وحس رفيع في اختيار الألوان وتنسيقها مع التصميم واختيار تصاميم مناسبة تنال إعجاب الأشخاص. ويمكن فعل ذلك باتباع الخطوات التالية: الذهاب إلى أمازون ميرش وإنشاء حساب من الرابط التالي، كتابة رسالة قبول احترافية من ميرش باي أمازون لتفعيل الربح منه. والآن ابدأ الربح من أمازون ميرش عن طريق تصميم التيشيرتات. لتبدأ الربح من تصميم التيشيرتات، قم بإتقان التصميم على ميرش أمازون، وقم بتحميل برامج التصميم الخاصة بالعمل على ميرش أمازون من هذه الروابط للتصميم على التيشيرتات والربح منها عبر أمازون ميرش، وتحميل أدوبي فوتوشوب للربح من ميرش أمازون. بعدها قم بتسويق التيشيرتات لربح مال أكثر من موقع ميرش أمازون. وهناك بعض الشروط، حيث يجب أن تكون تصاميم التيشيرتات ذات خلفية شفافة على ميرش أمازون، ويجب أن تكون هناك أبعاد صورة معينة على ميرش أمازون. يجب أن يكون حجم تصميمك صغير، أي أقل من 25 ميجا على أمازون ميرش، ويفضل إعداد حملة ترويج للتيشيرتات على ميرش أمازون، والبحث عن كلمات مفتاحية للتيشيرتات الأكثر بحثاً على ميرش أمازون للربح بسهولة. ثالثاً، الربح من أمازون FBA. هذه الطريقة هي من أفضل طرق الربح عبر الإنترنت عن طريق موقع أمازون، عن طريق بيع منتجاتك في هذا الموقع والمتجر الإلكتروني الضخم والشركة العملاقة. وطريقة الربح من أمازون FBA هي عبارة عن طريقة رائعة وفرتها شركة أمازون لخدمة رواد الأعمال والشركات الخاصة التي تمارس التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات عبر الإنترنت، حيث وفرت هذه التقنية وهذه الطريقة الربحية من أمازون الكثير من الجهد والعناء على شركات التجارة الإلكترونية وعلى أولئك الأشخاص الذين يمارسون طريقة الربح من بيع المنتجات عن طريق الإنترنت. أمازون FBA هو عبارة عن متجر إلكتروني ضخم لبيع المنتجات على الإنترنت تابع لشركة أمازون، وبه نظام يسمح للآخرين بأن يبيعوا منتجاتهم على موقع أمازون، حيث يقوم الباعة بإرسال المنتجات إلى شركة أمازون فقط، والشركة هي من تتولى مهمة عرض هذه المنتجات وبيعها وتغليفها وإرسالها للمشتري دون أي تدخل من صاحب المنتجات، ولكن مقابل عمولة بسيطة للموقع عند كل عمليات بيع لمنتجاتك تحصل من قبل مستخدمين أمازون. وطبعا يجب أن تختار منتجات عالية الجودة ومرغوبة في الشراء من قبل الكثيرين لكي تتمكن من بيع منتجاتك على أمازون FBA بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية: قم باختيار منتجات عالية الجودة ومرغوبة في الشراء من قبل الكثيرين لكي تتمكن من بيع منتجاتك على أمازون FBA. ثانيا، ضع سعرا مناسبا للمنتجات مع وضع هامش ربح مرضي عنه وليس مبالغا فيه في نفس الوقت، مع الأخذ بعين الاعتبار عمولة الشركة. ثالثا، من الأفضل لو أنك امتلكت متجرا إلكترونيا خاص بك لعرض هذه المنتجات وتسويقها ووضع روابطها على أمازون في الوصف. رابعا، يحبذ استخدام طرق مدفوعة ومجانية لترويج وتسويق منتجاتك على أمازون FBA. رابعاً، الربح من أمازون كيندل. هذه الطريقة ستكون مجدية كثيراً لمن يجيدون الكتابة وتأليف الكتب والإشعار والروايات والقصص والكتب التعليمية في شتى المجالات. هذه طريقة سهلة أيضاً لتأليف كتاب عما تجيده وتصنعه وتحقق أرباحاً مالية منه، وحتى إن كانت بسيطة، ومع الاستمرار سوف تتضاعف هذه الأرباح. أمازون كيندل هي مكتبة ضخمة لبيع الكتب الإلكترونية على الإنترنت، وهو موقع تابع لشركة أمازون، يمكن الآخرين من بيع وشراء الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت بسهولة وبطرق دفع يحددها الموقع، مثل حساب بايبال وفيزا كارد أو ماستر كارد وغيرها، وذلك باتباع الخطوات التالية: أول خطوة هي الذهاب إلى موقع أمازون كيندل، ثانياً إنشاء حساب على أمازون كيندل، ثالثاً سجل في كيندل دايركت وهي دار النشر على أمازون KDB، رابعاً الاهتمام بمحتوى الكتب الجيد والنافع لربح المال على أمازون كيندل، خامساً استهدف الكورسات والكلمات الرئيسية لكتب أمازون كيندل التي تثير الاهتمام، سادساً استخدام أداة جوجل لمعرفة نتائج البحث على كتب أمازون كيندل، سابعاً لربح الكثير من المال من أمازون كيندل استخدم أداة Keyword Finder، ثامناً
الإتقان في حسن اختيار الغلاف والعنوان بحيث يكون كتابك ملفتاً للنظر. تاسعاً، اجعل المتسوقين على أمازون كيندل يرتابهم الفضول لشراء كتابك. عاشراً، تجنب الغش في المحتوى في الكتب المنشورة على موقع كيندل. 11، لا تجعل العنوان يصف شيئاً قيماً والمحتوى شيء آخر ورديء. 12، يجب أن يكون المحتوى قيم ويشمل عنوان كتابك. 13، إتقان اللغة التي تستخدمها سواء كانت عربية أو إنجليزية أو غيرها. 14، التسويق على أمازون وخارجه. 15، التسويق لكتبك على فيسبوك وجوجل وغيرها. 5، الربح من أمازون عبر استثمار أسهم شركة أمازون. الطريقة الخامسة هي من أفضل الطرق السريعة للربح من موقع أمازون. ما يميز هذه الطريقة هو أن أرباح سهم أمازون تتزايد بشكل خيالي جداً. لبدء كسب المزيد من المال من أسهم أمازون والوصول إلى الثروة، ما عليك سوى شراء العديد من أسهم أمازون فقط من الموقع، ثم البدء بمتابعتها، وعند زيادة حصة السهم يمكنك بيعه إن أردت. وكذلك عند نقص سعره يمكنك شراء المزيد من الأسهم، ولكن نادرا ما تنقص أسهم أمازون وخصيصا مع دخول 2021. 6، الربح من أمازون عبر موقع فيسبوك. يمكن ربح مبالغ خيالية من موقع أمازون عن طريق موقع الفيسبوك إذا اتبعت الطرق التالية: إنشاء متجر إلكتروني على الإنترنت في بداية الأمر. 2، توفير المنتجات التي يبحث عنها الآخرون ويفضل أن تضيف منتجات يبحث عنها الأجانب. 3، إنشاء حساب على موقع فيسبوك. 4، إنشاء صفحة على الفيسبوك الخاصة بنشاطك التجاري. 5، عمل حملات إعلانية لصفحتك ومنتجاتك التي أضفتها على الفيسبوك. 6، استهداف الجمهور عبر الحملات الإعلانية لمنتجات أمازون على الفيسبوك. 7، عمل حملة إعلانية من نوع فيديو لأنها أقل سعراً وأكثر انتشاراً. 8، رؤية أي الدول تبحث أكثر عن منتجاتك واستهدافها في الحملات الإعلانية. وبهذه الخطوات والطرق السابقة، أعتقد بأنك ستصبح ثرياً من الفيسبوك. 7، الربح من أمازون عبر بيع خدماته على مواقع الخدمات المصغرة. هذه الطريقة لا تنحصر بطريقة ربحية واحدة من أمازون، بل هي عبارة عن الربح من أمازون بعدة طرق. فإذا كنت ماهراً في بعض التقنيات وتجيد بعض المهارات للمشتركين في المنظومة الربحية لأمازون، سوف تربح المال عند تقديم هذه الخدمات بشكل متقن، وسوف تكسب العديد من العملاء الدائمين أيضاً. فالعديد من الباعة على أمازون والكتاب على كيندل لا يجدون بعض المهارات مثل عمليات التسويق لمنتجاتهم والاستهداف الصحيح وإعداد حملات ترويجية احترافية وتصميم أغلفة الكتب وخدمات السيو وتسويق المحتوى. أنت حينها تستطيع تقديم مثل هذه الخدمات على موقع فايفر أو فريلانسر أو خمسات أو مستقل أو شغل أونلاين وغيرها من المواقع للخدمات المصغرة والوظائف عن بعد. وأهم خطوات تحقيق الربح من موقع أمازون بواسطة الخدمات التي يمكن تقديمها لشركاء أمازون: أولاً، يحبذ إنشاء حسابات خاصة بك على منصات العمل الحر ومواقع تقديم الخدمات المصغرة مثل فايفر وفريلانسر وخمسات وشغل أونلاين ومستقل وغيرها من منصات العمل الحر لعرض خدماتك عليها. 2، يفضل عمل حسابات على مواقع السوشيال ميديا مثل صفحة فيسبوك وحساب تويتر وإنستغرام ولينكد إن وغيرها لعرض خدماتك عليها. 3، يحبذ تقديم خدمات ذات جودة عالية وباحترافية وسعر منخفض في بداية الأمر لكسب الكثير من العملاء الدائمين والرسميين. 4، سوف تتمكن من تقديم خدمات عديدة في مجال التسويق لهؤلاء مثل الترويج لمنتجات إذا كنت لديك موقع إلكتروني وبه زوار كثر أو قناة على اليوتيوب أو أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. 5، يمكن تقديم خدمة عمل حملات تسويق احترافية على إعلانات جوجل وفيسبوك تستهدف المناطق والمستهلكين لبائعي المنتجات على أمازون وبائعي الكتب على كيندل، بائعي تيشيرتات على ميرش أمازون. 6، يمكنك تقديم خدمة التصميم الاحترافي لأغلفة الكتب وتقديمها لبائعي الكتب. 7، يمكنك تقديم خدمة تصميم بنرات إعلانات ومحتوى ترويجي باستخدام الفوتوشوب وغيرها من برامج التصميم للباعة على أمازون. 8، يمكنك تقديم خدمة تصميم فيديو إعلاني احترافي للبائعين على أمازون. 9، يمكنك إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لهم مثل إشراف على الرسائل والتعليقات والرد على العملاء والزبائن ونشر الإعلانات وكتابة المنشورات الترويجية الاحترافية. 10، يمكنك تقديم خدمات السيو لهؤلاء أيضاً لتصدر نتائج البحث عبر التسويق بالمحتوى. 11، يمكنك تقديم خدمة إنشاء المتاجر الإلكترونية لعرض منتجاتهم عليها. 12، يمكنك تقديم خدمة كتابة المحتوى الترويجي الهادف على متاجرهم الإلكترونية وتصميم صور عرض المنتجات لتبدو جذابة للعملاء.
13 يمكنك تقديم خدمة إدارة المتاجر الإلكترونية لهم، مثل إضافة المنتجات والعروض وتحديث المحتوى والمخزون والكميات وغير ذلك. 14 إدارة البريد الإلكتروني والرد على رسائل العملاء والتواصل بهم. 15 إنشاء رسائل التسويق عبر البريد الإلكتروني وإرسالها للعملاء. هذه كانت 7 طرق للربح من موقع أمازون. شاركونا آراءكم بالتعليقات، ما هي الطريقة المفضلة لديكم؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.